بسم الله الرحمن الرحيم. عبد اللطيف البابا رئيس النادي الرياضي يمكن تفرح دراجات. اولا هذا ماشي السباق، هذا العرس الرياضي اللي تنظم بمناسبه ديال الذكرى ديال الامير الجليل، الامير الجليل ولي العهد مولاي الحسن. فهذا السباق هذا كان تنظم في الاصل، في الاول كان تنظم على شكل جهوي، لكن التنظيم كان من طرف النادي الرياضي يمكن تفرح الدراجات وعصبه جهه فاس مكناس للدراجات والجامعه الملكيه المغربيه لسباق الدراجات. فاذا به تتحول من سباق جهوي لسباق شبه وطني. علاش؟ لانه ما بقاوش غير الفرق نتاع الجهه اللي مشاركين، جات بعض الفرق بالمناسبه ديال الذكرى ديال مولي ديال صاحب السمو الملكي الامير مولي الحسن ولي العهد مولي الحسن. فجاوا بعض الفرق من خريبكا، من تيطم الليل، من محمدية، من الدار البيضاء، من هذا ديال المدن اللي شاركونا في هذا العرس الرياضي اللي هو عرف واحد النجاح باهر. ولا عرف ذاك النجاح باهر فبكل صراحة الفضل من ترجع التنظيم المحكم اللي ساهمت فيه السلطات المحلية، لا من أمن ولا من قوات مساعدة ولا من رجال المطافئ ولا من الصحة ولا من الشباب والرياضة، وكنخصو بالذكر رجال تاع السلطات المحلية اللي هما سهروا بكل صراحة سهروا على التظاهرة باش نجح، وفعلا نجحت وإلا نجحت راه الفضل تيرجع لهم. فشكرا للجميع. اللي ميزها هو 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 الباركور، هو اللي ميزها. علاش الباركور؟ الباركور قاصح قاصح بزاف والعامين طلع الحرارة، ولكن اللي ميزها هو أنه ما وقفوش عدد ديال الدراجين، ما وقفوش، يعني كان واحد الاحتكاك وكانت واحد الندية وكانت واحد القوة، قوة خارقة للدراجين اللي يعني رغم الحرارة والظروف ولكن ما وقفوش وكملوا، وكانت النتائج متوقعة، متوقعة دوك النتائج كلها ديالها كانت متوقعة. هذاك اللي دار كان بطل المغرب ديال الشبان، ولكن كانت متوقعة من مولفين هادشي ومولفين كيشاركوا في الطوافات ديال افريقيا لو في طوافات الصحراء ومولفين، يعني هادشي هذا ماشي سهل. شنو المشكل؟ المشكل عند ديك الفرق المبتدئة، ودوك الدراجين المبتدئين هما اللي لقاو واحد الصعوبة لقاو في هذا المدار هذا. ولكن على العموم المدار دار نجح، كنتمناو من الله تبارك وتعالى، وهذا نداء للجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات. ما كانت مادام كانت التظاهرة ناجحة ونجحت بكل مقاييس هنا، فيعطيونا كأس العرش نطموه في هذا المدار هذا وفي هذه الجهة هذه وفي هذه المدينة هذه. وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.